وبين كل واحد يقابلنا انتوا فين انتوا فين، مجموعه كبيره من الاحداث، ولكن الحقيقه والتحديات الحقيقه يعني ما فعله الاصدقاء الالداء انهم كفونا الكلام، ما كناش محتاجين نكون موجودين، كفونا الكلام. علشان كده لما كانت الحلقه 544 من مسيره ملك وكتابه اللي بنقول لكم معاها كل سنه وانتم طيبين في ليله العيد، لازم نقف عند عدد كبير من الفقرات المهمه اللي هتستمتعوا بيها تباعا في مضمون الحلقه.